العامري داخل منطقة العمليات، التغطية الدفاعية حاضرة من المراني، هناك إمكانية رؤية الهدف في هذه اللحظات. المغرب الفاسي أول شباب قسم التادلة سنتابع. قادر فال تبريرة داخل منطقة العمليات، فرصة فرصة في اللقاء كنت تتحدث عن إمكانية رؤية الهدف، فات الجواب بسرعة من قادر فال وعناصر المغرب الفاسي في بناء هجومي جيد. لاحظوا خطأ كبير في التغطية الدفاعية، خطأ كبير في التغطية الدفاعية، وترك اللاعب